تشتري وش جديد. انا بتكلم جد على فكره. ليه الناس كلها بتروح تشتري موبايلات غاليه جدا واحلى لبس واحلى كل حاجه، بس تيجي عند بشرتها وتستخسر، مع ان دي اول حاجه هتبان عليكي واول حاجه الناس هتشوفها، ولو مش هتهتمي بيها ينفع تخلعي وشك وتحطي واحد جديد؟ طب ليه مش بنهتم ببشرتها؟ انا متاكده انك لو فتحتي الكاميرا دلوقتي وجيتي تصوري نفسك من غير فلتر ومن غير ميك اب هتزعلي قوي من الشكل اللي هتشوفيه، هتشوفي بقع وهتشوفي تجاعيد وهتشوفي اماكن غامقه وهتشوفي حاجات كتيره قوي، وزمان بشرتك بتقولك الحقيني كفايه اهتمي بيا بقى. احب اعرفكم بنفسي، انا انجي فتحي من فريق اوريفليم توب 15 مصر رقم 4، وجايه اقول لكم على الاختراع اللي فرق في حياتي. انا كان زمان عندي تجاعيد مبكره، التجاعيد مبكره يعني ظهرت لي قبل السن المناسب ليها، يعني الناس كلها بتظهر في الـ30، انا ظهر لي وانا حاجه و20، كان الناس بتفتكرني 30 يعني اكبر من سني 10 سنين. الموضوع ده كان مأذيني جدا، وكل يوم اقعد اعد التجاعيد كده كانوا 7 اعدهم واعيط، وكان شكلي بجد ما كنتش متقبله تماما، وده كان فارق في شخصيتي، كان فارق في ثقتي في نفسي وانا بتعامل وانا بشتغل وانا بروح في اي مكان او حتى في لبسي. الموضوع فرق جدا وحصل لي تحول جذري في شخصيتي وفي حياتي بسبب ان انا عالجت مشاكل بشرتي، لان البشره هي دي اصلا عنوانك. لو انت مش هتهتمي بعنوانك ومظهرك ان هو اهم حاجه فيكي، هتهتمي بايه؟ اكيد ده اهم حاجه واغلى حاجه. الاختراع اللي انا جربته هو النوفيج ايكولوجين، هي المتخصصه في التجاعيد. التاثير اللي حصل والتغيير كان بجد باين لدرجه ان الناس هي اللي خدت بالها قبلي، يعني الواحد بنشوف نفسه كل يوم في المرايه، لكن الناس هي لما تشوفك بعد مده يعني اسبوعين ثلاثه، فاقل من شهر الناس خدت بالها، بعد شهرين الموضوع اختلف، بعد 3 شهور انا بقيت واحده تانية بجد، شكلي بقى حد تاني خالص. لما بوري الناس شكلي دلوقتي بيقولوا انت ازاي كنت شكلك كده، ازاي كنت مستحمله نفسك كده، انا مش عارفه. بس اكيد انا كنت بستخدم حاجات كثيره جدا وكلها ما كانش بتجيب نتيجه، كنت زهقت ويئست، وكنت بالنسبه لي هو يعني هي النوفيتي هي اللي هتعمل نتيجه، طب خلاص يعني ما جاتش عليها اجرب. وكانت بالنسبه لي يعني كانت اخر تجربه، والحمد لله انها اخيرا حاجه انقذتني، وفعلا النتيجه فرقت وبانت جدا. فانا عاوزه اقول لك بجد اهتمي ببشرتك، لان هي زمانها بتصرخ دلوقتي وتقول لك الحقيني واهتمي بيا وركزي معايا شويه عشان دي اهم حاجه في بشرتك. وعايزه اقول لكم ان انا بقالي سنتين مش بستخدم الايكولوجين، يعني بدات فيها من 4 سنين واستخدمتها 3 شهور خلصتها وعملت فاصل، واستخدمتها تاني 6 شهور بس وخلاص ما بقتش محتاجاها تاني الحمد لله. التجاعيد ما رجعتش من ساعتها، لدرجه ان انا من وقتها بستخدم ببدل ما بين مجموعات تانية في اوريفليم، وحاليا انا ماشيه على السكينر جايز دي عشان هي للنضاره للمحافظه على البشره عشان تفضل دايما نضره وما يبانش عليها الارهاق. اوقات برجع تاني لكريم العين بتاع ايكولوجين، برجع له ساعات هو لوحده عشان انا عندي تجاعيد وراثيه. انتوا مش متخيلين تجاعيد وراثيه دي كان ممكن ما تروحش باي منتجات، بس قد ايه المنتجات دي قويه عشان كده قدرت تفرق معايا. فعشان كده انا كل فتره راجعه مستخدمه تاني عشان احافظ على عينيا من الموبايل من الشمس من الحاجات المضره، عشان نوصل لمرحله ان احنا مش محتاجين فلتر ومش محتاجين ميك اب، نحط الوش ونجري. بس انا كنت معاكم، واستخدموا النوفيج وهستنى اشوف رايكم. باي باي.